السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لازلنا أيها الأحبة الكرام مع أعلام القرون المفضلة، ولازلنا مع أعلام القرن الأول وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في ذكر وفيات السنة 23 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا من وفيتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأم المؤمنين سودة بنت زمعة، وذكرنا كذلك الصحابي الجليل قتادة ابن النعمان رضي الله عنه وأرضاه. واليوم حديثنا عن صحابي آخر، ألا وهو الأقرع ابن حابس التميمي المشاجعي الدارمي رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحقيقة حديث أو قصة الأقرع ابن حابس له مشاهد متعددة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وله حديث مشهور سنورده الآن، قد يخطئ بعض من لا ينتبه أن يذم هذا الصحابي بشيء معين وهو لا ينتبه لهذا الأمر لكي يشرح الحديث أو غير ذلك، وكل هذا سنوضحه بإذن الله. أقرع بن حابس التميمي كان أحد سادات بني تميم في الجاهلية وفي الإسلام، اسمه الأقرع بن حابس بن عقال التميم المشاجعي الدارمي، اسمه فراس بن حابس، والأقرع لقرع به في رأسه، وهو عم الشاهر وهو عم الشاعر المشهور الفرزدق، هذا عمه. كان من سادات العرب في الجاهلية، إذ كان من وجوه قومه بني تميم، وكان أحد حكام العرب في الجاهلية، كان يحكم في كل موسم، وهو أول من حرم القمار عليهم. قصة إسلام الأقرع بن حابس وردت في قصة إسلام وفد بني تميم. وفد بني تميم هذا قبيلة عريقة جدا أتت للرسول عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة بقليل، وزاره هذا الوفد، وكانوا يعني يعدون لهذه الزيارة عدتها، فجهزوا خطيبا منهم، جهز خطبته ليخطبها، وكذلك جهزوا شاعرهم، وكان أعد شعرا وألقاه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وطلبوا المباراة في هذا الأمر. وأكرم الله عز وجل الإسلام والمسلمين أن هزم خطيبهم خطيبهم، وهزم شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم شاعرهم، وكان ذلك سبب دخولهم الإسلام، وعلى رأسهم الأقرع ابن حابس. لما قدم وفد تميم كان معهم، فلما قدموا المدينة قال الأقرع ابن حابس حين نادى: يا محمد، إن مدح زين وإن ذم شين. هم دول اللي نزل فيهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، هم دول. قال: إن مدح زين وإن ذم شين. لما هم نادوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يجبهم، وكان صوتهم مرتفع بطبيعة الأعراب ولم يتخلقوا بإخلاق الإسلام بعد، وقالوا هذه الكلمة على عادة العرب في الفخر والمدح والذم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الله عز وجل، اللي مدح زين وذم شين هو الله عز وجل. وقيل: بل الوفد كلهم نادوا بذلك. يعني في الرواية إن الأقرع هو اللي نادى بالصوت العالي كرأس بني تميم، وفي الوفد الأثر الآخر إن الوفد كله اللي نادى. فخرج إليهم رسول صلى الله عليه وسلم وقال: ذلكم الله، فماذا تريدون؟ قالوا: نحن ناس من بني تميم، جئنا بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ونفاخرك، على عادة العرب، وهم ناس بيحبوا الفخر جدا يعني. فقالوا: احنا بقى ايه، جايبين الخطيب والشاعر وعاوزين ننزل مباراة، نزال مع الإسلام والمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار أمرنا، ولكن هاتوا، دي مش طريقتنا ولا أمرنا بذلك، لكن ما فيش مشكلة، الإسلام يباري أي أحد في أي ميدان إذا في أمر مباح. فقال الأقرع بن حابس لشاب منهم: قوم يا فلان فاذكر فضلك وقومك. فقال: الحمد لله الذي جعلنا خير خلقه، وآتانا أموالا نفعل فيها ما نشاء، فنحن خير من أهل الأرض، وأكثرهم سلاحا، فمن أنكر علينا قولنا فليأتي بقول هو أحسن من قولنا، وبفعال هو أفضل من فعالنا. فقال رسول صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، أحد الصحابة الكبار من الأنصار السابقين، وكان معروف وأنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جهور الصوت، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم: قم فأجبه. فقام ثابت فقال: الحمد لله أحمده واستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعا المهاجرين من بني عمه أحسن الناس وجوها وأعظم الناس أحلاما فأجابوه،
والحمد لله الذي جعلنا أنصاره ووزراء رسوله وعزا لدينه. فنحن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها منع منا نفسه وماله، ومن أباها قاتلناه، وكان رغمه في الله تعالى علينا هينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. تاني كان بيتكلم على الفخر بالعروبة والقبيلة، هذا الكلام يتكلم عن الفخر بالإسلام والعز الإسلام والانتماء للإسلام والجهاد وإعلاء كلمة الله. فقال الزبرقان ابن بدر لرجل منهم: يا فلان قم فقل أبياتا تذكر فيها فضلك وفضل قومك. الخطيب هزم الخطيب فتبقى الشاعر. فقام شاعرهم فقال: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، نحن الرؤوس وفينا يقسم الربع، ونطعم الناس عند المحل كلهم من السديف إذا لم يؤنس القزع، إذا أبينا فلا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع، على عادة العرب في افتخارهم به. فقال رسول الله عليه علي بحسان بن ثابت، كانش موجود ودعاه فحضر، وقال: قد آن لكم أن تبعثوا إلى هذا العود. فقال له رسول الله قم فأجبه، في رواية يعني روح القدس يؤيدك، دعا لحسان يعني. فقال: أسمعني ما قلت فأسمعه. فقال حسان: نصرنا رسول الله والدين عنوة، على رغم عادت من معد وحاضري، بضرب كأبزاغ المخاض مشاشه، وطعنا كأفواه اللقائح الصوادري، ألسنا نخوض الموت في حومة الوغى، إذا طاب ورد الموت بين العساكر، فأحياؤنا من خير من وطأ الحصى، وأمواتنا من خير أهل المقابر، فلولا حياء الله قلنا تكرما، على الناس بالخيفين هل من منافري. برضو مرة أخرى الصحابة مزجوا بالإسلام، فنثرهم خطبهم وشعرهم هو العزة والافتخار بالإسلام والجهاد في سبيل الله. فقام الأقرع بن حابس فقال: إني والله يا محمد لقد جئت لأمر ما جاء له هؤلاء، قد قلت شعرا فاسمعه. قال: هاته. قال: أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا، إذا خالفونا عند ذكر المكارم، وإنا رؤوس الناس من كل معسر، وإن ليس في أرض الحجاز كدارمي، وأن ليس في أرض الحجاز كدارمي، اللي هو القبيلة اللي هو منها دي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حسان فأجبه. فقال حسان: بنو دارب لا تفخروا، إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم، هبلتم علينا تفخرون وأنتم، لنا خول من بين ظئر وخادمي. كلام صعب طبعا. بني دارم لا تفخروا، إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم، وما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هبلتم علينا تفخرون، جئتم علينا تفخرون، وأنتم لنا خول ما بين ظئر وخادم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كنت غنيا يا أخا بني دارم أن يذكر منك ما كنت ترى أن الناس قد نسوه، يعني تعملوا خدم ونساء في القبائل وكذا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد عليهما من قول حسان. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا هؤلاء ما أدري ما هذا الأمر. تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أرفع صوتا، وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أرفع صوتا وأحسن قولا، ثم دنا إلى نفس سلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يضرك ما كان قبل هذا. قبل هذا أي أن الإسلام يجب ما قوله، بغض النظر يعني عن الأثر والتفاصيل الفنية اللي فيه ما بين كلمات معينة وشعر معين، لكن كل كتب التواريخ تذكر هذه القصة، أن وفد بني تميم أتى وفيهم الخطيب والشاعر، وهزم خطيبهم، هزم خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم خطيبهم، وشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم شاعرهم، وكان سببا هذا لهذا سببا لدخولهم الإسلام. قال: وفي وفد بني تميم نزل قول الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ثم أسلم القوم وبقوا بالمدينة مدة يتعلمون القرآن والدين، ثم أرادوا الخروج إلى قومهم فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكساهم. طبعا هو شهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام فتح مكة وحنين، وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هو وعيينة ابن حصن الفزاري وعباس ابن مرداس، أعطاهم وكانوا من المؤلفة، وسيأتي لهذا موقف الآن. يقول: شهد مع رسول الله فتح مكة وحنينا والطائف، ومن مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، ده أصح ما ثبت
في قصة الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. الوفد ده أمر على مين؟ فأبو بكر أشار باسم القعقاع بن معبد. فقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. الراجل ده سيد بني تميم، أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الآيات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخره، حتى انقضت. أحد التفسير طبعا في لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كان بسبب الخلاف في وفد بني تميم ومن يكون الأمير عليهم، والرسول عليه السلام اختار رأي أبو بكر، رأي عمر، وأمر عليهم الأقرع بن حابس. والأقرع بن حابس هكذا يكون من أمراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حسن الإسلام لدرجة أن من تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم من أقرانه ارتدوا كعيينة بن حصن، ثم رجعوا الإسلام مرة أخرى، ولكن الأقرع لم يرتد رضي الله عنه لأنه كان حسن الإسلام. فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام. وتأمل أن الخلاف وقع بين كبار الصحابة أبو بكر وعمر، كاد الخيران أن يهلكا. وتخيل أن الأمور موجودة بينهم، أن عمر يقول: ما أردت إلا خلافي، يعني أنت إيه تتكلم مخصوص بس علشان تخالفني في الرأي؟ يعني ده وقع، مثل هذا وقع بين الصحابة، بل بين كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحاديث المشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قبل رسول صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس. ابن حابس الشيخ كبير، سيد قبيلة، ويمكن الناس يعني اللي في بلاد بعض المناطق العربية زي سيناء ومطروح ومثل هذه الأماكن، موضوع تقبيل الأبناء عندهم يرونه منقصة للهيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الحسن حفيده، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، كان متواضع وكان بسيط وكان رحيم عليه الصلاة والسلام. قال: وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. يعني بتعمل كده إزاي يعني؟ فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وده الحديث اللي البعض بيذكره أحيانا ويخطئ في حق الأقرع، وهو لا يستشعر يعني الخطأ، إنه بيتكلم عن صحابي. هو الصحابي هنا لا زال على سجيته التي لم يعني يتعلم تفاصيل الشريعة بعد، وهذه عادة العرب التي كانوا عليها، إن ده منقص للهيبة خلاص. فرأى المشهد فقال ببساطة شديدة: ما عنده. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم إن دي رحمة، وإن الإنسان ينبغي أن يرحم الناس حتى يرحمه الله سبحانه وتعالى. فليس في ذلك في الحقيقة منقص له، ولا ينبغي أن يخطئ البعض يعني. فهذا صحابي، لا تسبوا أصحابي، هذا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان عنده خطأ أو عادة من عادات الجاهلية الخاطئة، فقد لم يعلم تفاصيل الشريعة بعد، ولما علمه السلام سيكون عليها بعد ذلك. وهذا من أشهر الأحاديث الثابتة في قصة ترجمة الأقرع بن حابس، أنه كان صاحب هذه الرواية. وأيضا قال عن ابن عباس أن رسول السلام قال: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله. فسكت. ده بقى إيه في لما الحج نزل ورسول السلام وقف يخطب على المنبر، قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فالأقرع بن حابس أهو واضح إنه بيتعلم دين رسول السلام. الحج أول مرة الصحابة يسمعوا عنه، فبيسمعوا عنه في الإسلام كتفاصيل، يسمعوا عنه قبل الإسلام، وكانوا بروحوا الكعبة وعملوا عمره غيروا على مما بقي من دين إبراهيم، ويخلطوها بقى بمشاهد أخرى فيها من الشرك والعري وما شابه ذلك. أول مرة يسمعوا في الإسلام، فالأقرب من حسوس تعلم، قال له: إن الله كتب عليكم الحج. ده كل سنة ربنا كتبه عليها، زي ما الصلاة مكتوب عليها كل يوم، والصيام مكتوب عليها كل سنة. طب الحج؟ لا. فرسول الله ما جاوبوش، فالأقرع كرر السؤال، ما جاوبوش. لما جاوب سأل السؤال مرة ثالثة سكت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم. خلاص كده، لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فدعوا. الإسلام ببساطة يعني، هذا هو الإسلام ببساطة: وما أتكم الرسول فخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما أمرتكم بأمر فأتمروا به، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. خلاص. فكان السائل في هذا الموطن والأقرع بن حابس، وهذا دليل على حبه للدين ولتعلمه الدين، إن هو بيسأل السؤال مباشر، ورسول الله بيتكلم عن منبر. بعادة الأعراب أيضا، والإسلام يهذب كثير كثير من مثل هذه المشاهد، لكن حريص. ولما لم يجب رسول الله قرر السؤال مرة واثنين
علشان يفهم ويتعلم دينه. كان رضي الله عنه من المؤلفة قلوبهم، فالرسول عليه السلام ثابت أنه أعطى الأقرع بن حابس يوم حنين 100 من الإبل، وكذا لعيينة بن حصن الفزاري 100، وأعطى العباس بن مرداس 50، وكل واحد منهم رأس قبيلة من القبائل. فقال العباس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ أتجعل نهبي ونهب العبيد أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعه. ناس دي زي راس براس يعني. فما كان حصن هو يعني عيينة بن حصن ولا حابس يفوقان مرداس، يعني أبويا زي أبوهم يعني، ده العباس بن مرداس وده عيينة بن حصن وده الأقرع بن حابس، كلنا زي بعض يعني، ما كانوش بيفرقوا في مجمعي. وما كنت دون امرئ منهما، ولا يعني لا أبويا أقل من أبائهم ولا هم أقل مني، ومن يخفض اليوم لا يرفع. ده انت اللي بترفع يعني انت، وان كان طبعا دول مؤلفه قلوب لسه داخل الاسلام جديد، الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على تاليفهم، بس الراجل يعني انت اديت ده 100 واديت ده 100، فانا يعني عاوز 100 زيهم يعني، وده ممكن البعض يعتبرها منقصه يعني. فقال له الرسول عليه السلام: انت القائل اتجعل نهبي ونهب العبيد بين الاقرع وبين الاقرع وعيينتي؟ طبعا لان هو ما علمناه الشعر حتى، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرش البيت على نفس الوزن المفروض يذكر عليه، لأنه ما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال رواه البخاري: قال السهيلي: إنما قدم رسول الله ذكر الأقرع قبل عيينه. ها رسول الله بقى كل كلامه بتاخد أنت منه دروس يعني. إنما قدم رسول الله ذكر الأقرع قبل عيينه لأن الأقرع كان خيرا من عيينه، ولهذا لم يرتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ارتد عيينه، فبايع طليح الأسدي وصدقه ثم عاد. والأقرع، والمقصود أن الأقرع كان سيدا مطاعا وشهد مع خالد وقائعه بأرض العراق، وكان على مقدمته يوم الأنبار. يعني هنا فايدتين، الرسول صلى الله عليه وسلم ما جابش الشعر زي ما هو، رقم اثنين جاب لفايدة أن الأقرع أفضل من عيينة رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن عيينة أيضا وقد حسن إسلامه بعد ذلك. هما كانوا من المؤلفة ويعني وكانوا يعطون، فالأمر ده كان له واقع بقى في زمن أبو بكر وعمر، وواقعة مشهورة جدا للأقرع مع أبو بكر وعمر وعيينة بن حصن وعمر بن الخطاب. جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا خليفة رسول الله، إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلاء، فاضية يعني ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعنا لعلنا نحرثها، ما تديها لنا ندورها ونشغلها، أو نزرعها لعل الله أن ينفع بها بعد اليوم. فقال أبو بكر لمن حوله: ما تقولون فيما قال؟ إيه رأيكم نعمل الموضوع؟ إن كانت أرضا سبخة لا ينتفع بها، قالوا: نرى أن تقطعهما إياها لعل الله أن ينفع بها بعد اليوم. فأقطعهما إياها، وكتب لهما بذلك كتابا وأشهد عمر وليس في القوم. يعني قال أن عمر يشهد الكلام ده الأول يشوفه، هو ما كانش عمر موجود، فهم هياخدوا بقى الكتاب يوروه لعمر عشان يوافق. فقرأ يقول: فانطلق إلى عمر يشهداني، فوجداه قائما يهنأ بعيرا له، بيعالج بعيرا له، نظفه كده. فقال: إن أبا بكر أشهدك على ما في الكتاب، فنقرأ عليك أو تقرأ؟ فقال: أنا على الحال الذي تريان، فإن شئتما فاقرأ وإن شئتما فانظرا حتى أفرغ، خلص بس وإيدي تنظف كده من اللي فيها وأقرأ الكتاب. يقول: فأقرأ عليكما. قال: بل نقرأ. فقرأ، فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل عليه فمحاه، مش تفل يعني بيستهزئ، لا هو عاوز يمسح بس، فتذمر وقال مقالة سيئة، أنت ليه بتعمل كده يعني؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما، والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهب فاجهدا جهدكما، لا رعى الله عليكما إن رعيتما. وطبعا العلمانيين والمجرمين لهم بقى شأن في موضوع ان عمر اوقف شأن السهم المؤلفة، وان ينفع ان احنا نغير في الشرع، الموضوع مش كده خالص، الموضوع كله ان عمر رأى ان الحكم ده مرتبط بعلة، طب العلة دي طب زالت، هل نبقى نفس الحكم مع زوال علته ولا لا؟ وده امر يسير جدا، مش ان هو بعطل الشريعة ولا بيوقف الشيء من الدين ولا بيغير، لا، هو يعني حكم مرتبط بعلة، والعلة زالت ما عادتش موجودة فتستمر، ورأي بقية العلماء ان الامر ده يستمر، وده اجتهاد من عمر رضي الله عنه وارضاه، سهم المؤلفة قلوبهم ولا زال الى اليوم يعني. شوف اهو سبحان الله، يعني الى اليوم لو عمر موجود في مثل هذه الاجواء اللي احنا فيها هيبقى الدين زي ما هو، ما خلاص كده.
فده كان اجتهاد من عمر وافقوا عليه ابو بكر في حق الشخصين دول تحديدا على وجه الخصوص، ان هم يعني زي ما بيقولوا كده تحقيق المناطق، ان النماذج دي خلاص الموضوع انتهى في حقها يعني. قال: فاقبل الى ابي بكر وهما يتذمران فقال: والله ما ندري انت الخليفه ام عمر. طبعا من زعلهم حاولوا يقلبوا ابو بكر، واحنا مش عارفين يعني انت الخليفه ولا عمر. وهي القضيه مش كده، القضيه ان الخليفه بيستشير من معه في امر الاموال، لان امر الاموال امر خطير فبيحتاج اكثر من راي فيه. فقال: لا، بل هو لو كان شاء، يعني ابو بكر قطع عليهم الطريق في هذا زي ما بيقولوا يعني التحريض، قال لهم: لا، يبقى هو الخليفه لو هو يريد يعني، خلاص احنا دي مشوره. فجاء عمر وهو مغضب فوقف على ابو بكر فقال: اخبرني عن هذه الارض التي اقتطعتها هذين، ارضك هي لك خاصه ام للمسلمين عامه؟ قال: لا، للمسلمين عامه، هي دي حاجه بتاعتك انت شخصيا بتديها لهم ما فيش مشكله، ولا دي حاجه المسلمين؟ قال: بل للمسلمين. قال: فما حملك ان تخص بها هذين دون جماعه المسلمين؟ قال: استشرتها الى الذين حولي فاشاروا عليها بذلك. انا حتى ما خدتش القرار لوحدي، انا استشرت اللي حواليا فاشاروا بكده ايضا، خصوصا ان في منفعه هتحصل هو احياء الموات يعني. قال: فاذا استشرت هؤلاء الذين حولك فكل المسلمين اوسعتهم مشوره ورضا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قد قلت لك إنك على هذا أقوى مني ولكن غلبتني. يعني موضوع التعامل مع الناس بهذه الطريقة، أبو بكر كان فيه لين مع الناس ورحمة معينة، وعمر كان عنده القوة دي، وذكرنا ذلك ده في تفصيل قصة عمر بالتفصيل. لكن المشهد هنا في الحقيقة مع أنه ضد الأقرع وعيينة، إلا وأنه بيدل لك على الروح اللي كانت موجودة، وكيف كان أبو بكر يسوس أمر الناس في أمر المشورة، وكيف كان يرد أمره، وكيف كان يحاسب، وهذه المعاني العظيمة التي أثرت في تاريخ هذه الأمة المباركة. الأقرع يعني كان شهد الأقرع ابن حابس مع خالد بن الوليد حروب العراق، وقابل فيها بلاء حسنا، وكان على مقدمة خالد بن الوليد، واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى خراسان، وقد مات رضي الله عنه وأرضاه في خلافة عمر كما ذكر ابن كثير وكما ذكر الذهبي. وابن الأثير له قول آخر، إن اللي هو استعماله، إن استعمله عبد الله بن عامر على جيش وسيره إلى الجوزجان مكان، فقتل وقتلوا جميعا، وذلك في خلافة عثمان. ففي خلاف إن الأقرع بن حابس مات في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه في فتوحات الشام، أم أنه مات في خلافة عثمان في فتحات منطقة أسيا وغيرها. فرضي الله عن الأقرع بن حابس، وكانت هذه ترجمته، والراجح كما رجح الذهبي وابن كثير أنه من وفيات هذا العام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالنبيين الصدوقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.